انا اسمي حماده صلاح رشوان اللي هو اسم الشهره. بشتغل سجاد مثلا، بروح مع عمي الله يرحمه، كان هو اللي شغال اكبر مني، شغال عند صنايعي، فبروح اشتغل معاه اتعلم. ببدا الاول الم فتل من الارض، في بيبقى في فتل واقف تحت الانوال كده، بلمها اقعد انضفها، اعرف الالوان، اعرف اللون ده ايه واللون ده ايه واللون ده ايه، اتعرف الالوان الاول. دي بتبدا بقى بنشتغلها من واحنا اطفال، سن 5 سنين سن 6 سنين، دي بنبدا نتعلم، لان في كل بيت في القريه فيه شغل. كل ما بنكبر بنفهم اكتر في الشغلانه. بشتغل تبع واحد، فانا عايزه يعني خلاص سن كبير ومعايا عيال عايزه تصرف مصاريف كده، فانا قلت اعمل مشروع لحسابي انا. مشروع قبل تنميه كان ان انا هفضل زي ما انا، او هاخد وقت كبير على بال ما اوفر الماده اللي هي تساعدني ان انا اكبر المشروع. فاتعاملت معاهم بصراحه ناس في قمه الاحترام والله، بقالي دلوقتي دي تالت سنه اتعامل معاهم فيها، بجد ناس مقابله محترمه، ناس هناك ناس محترمه، زائد ان انت بتاخديش وقت في القرض ولا بهدله. الصبح وديت الورق، الظهر جاي المعاينه، اخر النهار صرف. صعوبات المهنه ديت ان هي بتعتمد على السياحه، ولذلك احنا حاولنا نغير من الشغل اللي هو بتاع السياحه ده ونخليه شغل شعبي. يعني ايه شغل شعبي؟ يعني حاجات مثلا تبقى رخيصه في متناول الكل، مش لازم السياح بس اللي يشتروا. لازم يكون عندك طموح وماده عرفنا دي احنا بنجيبها منين، يعني الفلوس ديت عرفنا احنا بنجيبها منين، ورانا اشغل تنميه.